مقابر التحالف الكومنولث في الحرب العالمية الثانية، نسب تذكاري هناك. كل دول الجنود توفوا. كل جندي الرخامة مكتوب عليه اسمه ورتبته، مقابر اتحاد الكومنولث او مقابر الحلفاء. هذه الارض التي تقوم عليها هذه المقبرة هي منحة الشعب المصري. كمثوى ابدي لرجال القوات البرية والبحرية والجوية الذين خلدوها 1939 و1945. شوف الصبار يمين وشمال، قاتلوا بعيد عن أوطانهم وأهلهم، تم دفنهم في العلمين. هذه الأرض قامت عليها معركة العلمين الثانية 23 أكتوبر 1942. معارك شرسة. شوف البنفسج، طبعا فيها نظافة مهتمين بيها. نتمنى ان تكون مقابرنا الحقيقة تبقى نظيفة منظمة ومنسقة وعليها زهور. أو حارس هو بيسقيها. السلام عليكم. عارف يوسف في مقابر الكومنويلث، المنظر اللي كان شهير اللي دايما بيجي في الأفلام. Thank you.
منظر مهيب وجليل. كل دول تم ماتوا في الحرب العالمية الثانية 1942. كل لوحة مكتوب عليها اسم المتوفي. المقاتلين منظر جديد للموت. عارف يوسف من مقابر الكومنويلث ضحايا الحرب العالمية الثانية في مدينة العالمين 19/9/2022.